وكأن رقم 100 واحد من أرقام الحظ الخاصة بصحة المصريين. 100 يوم صحة، 100 مليون صحة، 100 مليون صحة، 100 وصحة، الاثنين مرتبطين بالعديد من المبادرات اللي يعني بتقوم بها وزارة الصحة تحت المظلة الرئاسية. وصراحة وعشان الناس أحيانا بتفهم غلط، نحن نرى في الشعب المصري أيا كان عدده هو عامل قوة، بس بشرط أن المواطن ده يبقى صحيح. يعني لا العدد الكتير في حد ذاته هو عامل قوة، ولا العدد الكتير في حد ذاته عامل ضعف. الفكرة هي في من هم أفراد العدد الكتير ده. العدد الكبير ده في قد إيه ناس صح عايشة في حياة صحية، في قد إيه ناس متعلمة، في قد إيه ناس مثقفة، في قد إيه ناس ماهرة، في قد إيه ناس قادرة على تقديم زيادة للدخل القومي للوطن، وبالتالي الدخل المواطن. كلما كان المواطن على قدر من الصحة والثقافة والتعليم والمهارة والوعي، كلما كان قوة لمجتمعه، كلما كان قوة لوطن. كلما كان المواطن ضعيف بقى في صحته، في تعليمه، في ثقافته، في سلوكه، في أخلاقه، كلما كان عامل ضعف للوطن وزيادته. زي ما في الحديث من قلة نحن يا رسول الله، ولكنكم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. فالكثرة في حد ذاتها مش عمرها ما كانت عامل قوة. صحيح. الكثرة الصحيحة المثقفة الواعية الماهرة القادرة الوطنية هي اللي عامل قوة. طب خلينا نتكلم عن فرق التواصل المجتمعي اللي بتنتشر في نوادي وفي مولات في كل محافظات مصر. الفرق دي بتعمل ايه؟ بتكشف عن امراض عاملة ازاي؟ هل بتستمر في المتابعة ولا هي بترصد فقط الحالة وبتنتهي للمواطن؟ طيب خليني اقول لحضرتك، احنا عندنا اكتر من 4968 فرق تتحرك على مستوى الجمهورية، ما بين فرق متحركة بسيارات بالقوافل وفرق تتحرك اللي هي العربيات اللي بنشوفها بتاع مع العربيات ومن غير العربيات. طيب الهدف ايه؟ الهدف هو ده، التوعية على المستوى المشورة الصحية، على مستوى الصحة الإنجابية، ايه السن المناسب للجواز من الناحية الصحية؟ ايه السن المناسب للإنجاب من الناحية الصحية؟ ايه الفترة المناسبة اللي المفروض أي أسرة أو أي أم وأي أب يخلوها ما بين الطفل والطفلة، عشان حق الطفل فيه إنه يتعلم كويس وإنه ياخد ويبقى حالته الصحية كويسة، وإنه ما يحصلش أي نوع من التأثير لا النفسي ولا الصحي البدني عليه؟ إيه الفترة المناسبة لحاجة زي كده؟ إيه الأكل المناسب؟ بقطع النظر عمرنا ما كان الأكل الصحي هو الأكل الغالي، ولا الأكل غير صحي هو الأكل الرخيص. الحقيقة أن الصحة الغذاء وعدم صحته عمره مرتبط بسعره، وبالتالي إيه الأكل الكويس؟ إيه الممارسات اللي أنت المفروض تعملها عشان تعيش حياة صحية؟ السن الأربعين والخمسين إيه الحاجات اللي المفروض أن أنت تحرص عليها؟ إيه الفحوصات اللي المفروض تعملها؟ إحنا عندنا ثقافة أن إحنا بنعمل فحوصات لما نعيا، لكن الحقيقة أن هناك ثقافة ده لو عملناها الاكتشاف المبكر، الفحص الدوري، دي مش من الثقافات اللي موجودة عند المصريين، لكن من المهم أن تكون موجود. وكل مرحلة عمرية لها الفحوصات الدورية اللي مش مرتبطة بالمرض، الهدف منها هو الاكتشاف المبكر أو احتمالية وجود أي مرض. بتزيد أكتر إمتى؟ أنا النهاردة راجل الحمد لله لا أعاني من أعراض السكر، لكن عندي تاريخ أسري، أمي وأبويا عندهم سكر، عيلتي فيها سكر، وبالتالي من المهم أني أكشف وأفحص وأعمل فحوصات السكر حتى لو كنتش بعاني منها. دي ثقافة صحية. صحيح. هذا جزء مما تقوم به الفرق المنتشرة في كل ده موجود في عربية واحدة يا دكتور؟ كل اللي حضرتك قلته ده موجود في عربية واحدة ولا على تنوع الخدمات؟ يعني العيادات المتنقلة موجود فيها في العربية الواحدة، لأنها عيادة متكاملة. أي.